آخر حاجة كانت في الحلقة اللي فاتت، مليكة قالت لصابر البير مكانه هنا، وشلت لسان الشيخ عبد الرحمن. وفي الحلقة الجديدة صابر بيقول لها انت عملتي فيه ايه؟ قالت له هو اللي عمل، كان عايز يساعدك بإيدك تخلص من كل ده، الأرض عايزين الأرض. وبعدين الشيخ عبد الرحمن فضل يتألم، صابر راح له فضل يقول له ما تخافش، ربنا هينصرنا، ربنا هينصرنا يا شيخ عبد الرحمن، ما تخافش هتبقى كويس بإذن الله هتبقى كويس. والدكتور حمدي ماشي في الجامعة، الطلبة كلهم بيبصوا عليه وهو مستغرب. وبعدين دخل المكتب، فتح التليفون لقى منشور بيقول انه متهم بالتحرش بطالبة، بقى مصدوم ومش عارف يفكر. ودخل دكتور قال له انت متحول للتحقيق وملكش مكان هنا. حمدي قال له الموضوع ده من سنة ومن بعدها ما عملتش حاجة خالص، والجامعة كلها تشهد بكده. الدكتور قال له انت ما ينفعش تكون موجود لحد ما يخلص التحقيق، وقرر هيكون بوقفك عن العمل، وسابه وخرج. وجميلة بتعيط، صابر بيتكلم معاها، قالت له انا اللي غلطانة عشان سبته، لو كنت فضلت معاه ما كانش حصل له كده. صابر قال لها مش بايدك ولا بايده. قالت له امال بايد مين، ملك ولا ملكة؟ قال لها صدقتي كلامي دلوقتي؟ قالت له انا ما شفتش منها غير كل خير، اللهم مين اللي بعدك عن الشيخ عبد الرحمن، ومين اللي قالك على الحقيقة اللي كان مخبيها عليكي من زمان؟ قالت له ليه فكروا يأذوه دلوقتي ما أذوهوش من زمان؟ قال لها عشان عرف الحاجة اللي هتدلنا على خلاصهم. قالت له ده معناه ان انت كمان ممكن يحصل لك كده، عادل مات واخوك اتقتل يبقى الدور الجاي عليك. قال لها بإذن الله مش هيقدروا يموتوني، لو عايزين يؤذوني كانوا عملوا كده من الأول، انا في ايدي اللي يخلص عليهم ومحدش يعرف طريقه غيري، بإذن الله هجيب حق الكل. قالت له ابعد عنهم يا صابر، اديهم اللي هم عايزينه وابعد. قال لها خايفة عليا؟ قالت له اه، الناس كلها بتحبك. قال لها انا لازم ارجع الفيوم بسرعة، مفيش وقت، لازم اطلع الحاجة اللي في الارض، وسلم عليها ومشي. ودخلت رحاب المكتب بتاعها لقيت ابو الخير، قالت له خلاص بقى مكتبك وهتشتغل فيه؟ قال لها مش انت قلتي مش هتكملي، لازم حد يكمل الشغل. قالت له انا مش همشي الا ما اخد نصيبي من الشركة. وقالت له اشتري انت نصيبي. قال لها معيش فلوس. قالت له يعني ايه؟ يعني يا اما اشتغل يا اما ما اشتغلش واسيب حقي. قال لها في حل تاني، روحي اقعدي مع ملك واحكي لها مشكلتك وهي هتلاقي لك حل. رحاب قالت له انت فاكر انك بتصعبها عليا كده، انا هروح لملك. وسهيلة قاعده بتفكر في كلام دكتور حمدي لما قال لها لو حد قالك عليا اي حاجه ما تصدقيش، في ناس كتير ما بتحبليش الخير. وتليفون هرن، واحده صاحبتها قالت لها ما شفتيش الفضايح بتاعه الدكتور حمدي؟ سهيلة قالت لها ما شفتش حاجه، بعتيلي. صاحبتها بعتت لها، قرت سهيلة الكلام وقعدت مصدومه وبتعيط. وحسن بيقول لعباس يعني عدى كام يوم وهبه ما جاتش. عباس قال له اتقل كلها كام يوم وهجيلك، انت مستعجل ليه؟ شكلك عايزها قوي مع انك ما تعرفهاش غير من فتره قريبه. حسن قال له اه اعرفها من فتره قصيره بس دخلت قلبي على طول. عباس قال له مراتك ايه، خلاص ما بقتش على مزاجك؟ حسن قال له انا زهقت منها من كتر المشاكل والنكد وغير الزن، الزن على الوكاله وعلى كل حاجه. عباس قال له كل حاجه هتمشي زي ما احنا عايزين بس الحاجات دي بتاخد وقت شويه. وابو الخير دخل لهبه قالت له انا رحت لحضرتك المكتب كنت عايزه اسالك على شويه حاجات وما لقيتكش. قال لها كنت عايزه ايه؟ قالت له خلاص انا سالت السكرتير. قالت له كنت بستاذن حضرتك ان اخد الشغل واعمله في البيت. قال لها لا مش هتروحي البيت، انت هتيجي عندي الفيلا. قالت له خلاص انا هكمل الشغل هنا. قال لها انت اختي صابر يعني اختي، ما تقلقيش انا عندي مكتب في الفيلا بتاع الشغل. ما بقتش عارفه هي ترد عليه. قال لها يلا هاتي اللاب وحاجاتك عشان نروح نشتغل. ومنال بتقول لرحاب انت تروحي الملك قولي لها تشتري منك. رحاب قالت لها لو كانت عايزه تشتري كانت اشترت من الاول، دي ست غريبه قوي ما تفهميش هي بني ادمه ولا شطانه. منال استغربت، رحاب قالت لها اه صابر بيقول ان هي شطانه واسمها مليكه. منال قالت لها هو ينفع شيطان يبقى في شكل بني ادم؟ رحاب قالت لها اه ممكن. منال قالت لها اسكتي بطلي الهبل ده واسمعي مني بقى، انت لازم تروحي الملك دي وترسي معاها على بر، لازم تاخدي حقك، ده ورثه من منيره الله يرحمه. رحاب قالت لها الوحيد اللي وقف جنبي هو اكتر واحد كنت ناويه له على الاذيه. منال قالت لها هو مين؟ رحاب قالت لها صابر. وسهيلة قاعدة بتعيط، دخلت أم صابر قالت لها مالك يا بنتي؟ سهيلة قالت لها مفيش. أم صابر قالت لها قومي تودي وصلي عشان تبقي كويسة وترتاحي. وقالت لها ما تعرفيش صابر ولا حسن كلموا العريس ولا لأ؟ سهيلة قالت لها خلاص ما بقاش في عريس. أم صابر قالت لها ليه كده يا بنتي؟ سهيلة قالت لها خلاص مش عايزة أتجوز. أم صابر قالت لها طيب يا بنتي اهدي بس وقومي اعملي اللي أنا قلت لك عليه وما تقعديش لوحدك كده، اطلعي بره اقعدي معايا. وصابر دخل البيت سلم على أمه، قالت له رحاب سألت عليك امبارح. قال لها اه كلمتني وقال لها سامحيني يما على الغياب الفترة دي. قالت له انا مش زعلانة منك، انا زعلانة عليك انك دايما زعلان ومهموم. عارف يا صابر بتبدأ قصة كل نبي بالهم والحزن والعذاب بس كل ده بيروح وبيبدل مكانه الفرج والخير. قالت له اصبر هانت الفرج بيجي في ميعاده. ولسه بيتكلموا هبة دخلت البيت. صابر قال لها ايه اللي مرجعك متأخر كده؟ قالت له كان عندي شغل كتير. قال لها شغل؟ شغل ايه؟ قالت له ما انت مش قاعد عشان احكي لك.
امه قالت لها ادخلي جوه غيري هدومك، انت تعبانه طول النهار. ودخلت صابر بيقول لامه ايه موضوع الشغل ده يما؟ قالت له هي قاعده زهقانه وكمان بتقول مش عايزه اتقل عليك. ولسه بيتكلموا تليفون صابر رن، رحاب اللي بتكلمه خرج يكلمها بره. وماشي رحاب مع صابر بتقول له عايزه اقول لك على حاجه. قال لها خير في ايه؟ قالت له انا بحس بحاجات غريبه، بحس اني متكتفه وانا نايمه، وبحس اني بسمع اصوات غريبه وانا مش عارفه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. قال لها مش قلتلك الاذكار والحاجات اللي تقوليها؟ قلتلك عليها ما عملتيهاش ليه؟ هما مش هيسيبوكي ولا وانتي صاحيه ولا وانتي نايمه. قالت له طب وبعدين يا صابر اخرتها ايه؟ قال لها خير ان شاء الله، خير ما تخافيش انا معايا ربنا. قالت له طب قولي هعمل ايه؟ قال لها نفذي كل الكلام اللي قاله لك ابو الخير، هما عايزين يربطوكي معاهم، خلينا نشوف اخرتها ايه. قالت له يربطوني انا ليه؟ انا خلاص مش عايزه الشركه دي. قال لها هما عايزين يلوا دراعي بيكي يا رحاب، هما عارفين ان انا متعلق بيكي. وقال لها يلا اركبي عربيتك واتكلي على الله واعملي اللي قلتلك عليه. وصابر رايح الاوضه اللي عند الارض لقى مليكه بتنده عليه. قالت له عجبني قوي انك بقيت فاهم اللعبه. قال لها نفسي تفهموا انكم مش هتقدروا تعملوا معايا اي حاجه غير لعب العيال اللي انتوا بتعملوه ده. قالت له اقولك على سر، اللي جاي هيبقى لعب كبار، اللي حصل لامك ولعبد الرحمن دي حاجه بسيطه، وافتكر مش عشان معاك حاجه تخصنا هنسيبك، وانت اللي خنت العهد. وبعدين اختفت. وحسن خارج من الفيلا بتاعته عبد الرازق جاله قال له انا جاي لك عشان عايزين نشتغل بقى ونكسب فلوس. حسن قال له عايز نعمل ايه يعني؟ امشي اقول شيخ للشغل؟ عبد الرازق قال له لا انا جاي لك جايب لك شغلانه حلوه قوي، راجل كبير ومعاه فلوس كتير، مراته عيانه ولف على دكاتره كتير ومفيش حاجه بتداويها. حسن قال له يعني هي فيها ايه؟ عبد الرازق قال له عندها المرض الوحش. حسن قال له خلينا اشوفها والعلاج هيكون على ايدي. وصابر ماشي في الارض بتاعته بيسمي ويصلي على النبي، جاله جميل قال له في حاجه يا صابر؟ بتعمل ايه؟ صابر قال له مفيش، هي الارض دي ما فيهاش زرع ليه؟ جميل قال له حاولنا فيها كذا مره مش بتتزرع، وحتى لو طلع فيها اي عشب مفيش بهيمه بترضى تاكل منها، مش عارفين فيها ايه بالظبط. صابر قال له ابويا كان عارف الموضوع ده؟ جميل قال له اه كان عارف. هو في ايه؟ صابر قال له مفيش يا عم جميل كتر خيرك. وابو الخير بيتكلم مع العمال قالوا له المهندس معطل الشغل وتعبنا معاه، وجميل قاعد في الارض دايما واحنا مش عارفين نعمل حاجه. ابو الخير قال لهم انا هحل كل المشاكل دي وتفضلوا. مشيوا. جت هبه قالت له انا خلصت الشغل انا همشي. قال لها هتمشي ليه؟ خليكي قاعده مونسيني، انت شايفه اهو مفيش حد معايا خالص ولا اخت ولا اخ. قالت له صحيح هو انت قاعد كده لوحدك ازاي؟ هو انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ قال لها مساله وقت، وانا مبدئي في الجواز ان لازم اكون بحبها وكنت مشغول عشان كده ما اتجوزتش. قال لها انت ايه رايك ممكن حد كبير زي كده يلاقي واحده توافق عليه؟ قالت له السن مش كل حاجه وانت عندك مميزات كتير قوي، اي واحده تتمناك. قال لها لازم تتغدي معايا. قالت له ماشي. ودخلوا يتغدوا. وحسن مجهز ازازه اداها للست التعبانه شربتها. جوزها قال له هي اللي شربتها دي عباره عن ايه؟ انا بس خايف عليها وعايز اطمن. حسن قال له دي البركه والخير كلها. ولسه بيتكلموا الست فضلت تتالم وتقول الحقوني. جوزها زعق لحسن وعبد الرازق قال له ايه اللي انت عملته في مراتي دي بتموت. وصابر حط ايده على الارض وعلى المكان اللي فيه العلامه ومسك الفاس وبدا يحفر، حس بحاجه معدن، كمل حفر وبعدين حط ايده لقى حته الارض بقت كلها حمراء كانها حفره نار. وقف صابر مستغرب. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.